وينضم إلينا وعبر سكايب للحديث حول هذا الموضوع دكتور فايز قنطار، أكاديمي وسياسي من باريس. يعني بداية، ما صحة الأنباء التي وردت عن تقديم نظام الأسد للمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية من مغريات؟ دعنا في تفاصيل ذلك. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أنت وكل الأخوة المشاهدين الكرام. أهلا بك. نعم، يعني معروف منذ سنوات عدة أن بيت القصيد يعني هو تجنيد أبناء السويداء وإلحاقهم بالجيش الأسدي للمشاركة في المقتلة السورية. السويداء منذ أكثر من 4 سنوات رفضت رفضا قاطعا أن تجعل من أبنائها أداة لقمع الشعب السوري، وخصوصا بعد أن تحول هذا الجيش إلى ميليشيات طائفية لم تعد تعني الوطنية السورية بشيء. بعد أن تحول هذا الجيش منذ عقود وليس بعد الثورة فقط، تحول إلى مدرسة للعبودية لاستعباد الشباب السوريين ووضعهم في خدمة ضباطهم، وهذا الأمر معروف للقاصي والداني. وبعد أن تحول هذا الجيش إلى مفسدة، الفساد لم يطال المؤسسة العسكرية بل أفسد المؤسسات الدولة الأخرى. إذن عندما رفضت السويداء الخدمة العسكرية الإلزامية، رفضت ضمن هذا السياق، ولا يمكن العودة إلى الخدمة العسكرية إلا بعد إعادة هيكلة الجيش السوري وإيجاد حل. يا أختي الكريمة، من المستحيل يعني أن نأتي بشباب سورية من هنا ونضعهم مقابل شباب سورية في منطقة أخرى ليتقاتلوا وليكونوا وقودا لحرب آل الأسد. من يموت على الأرض ومن يخسر ومن يدفع الثمن هم أبناء سوريا، هم أبناء الشعب السوري، وبينما الأسد ومحازبيه والحفنة المحيطة به هم في القصور وهم في مأمن من هذه المحرقة التي دفعوا البلاد إليها. إذن لن يعود أبناء السويداء إلى الخدمة إلا في إطار حل سياسي، حل عقلاني يضع سوريا على خط السلام الحقيقي، يضع سوريا على كبلد التحول، بلد ديمقراطي، بلد القانون، بلد لجميع أبنائه بمساواة ويعيشون ضمن قانون وضمن دستور. في هذا الإطار تعاد هيكلة الجيش، وأعتقد أن نعم. أبناء السويداء سيكونوا في طليعة أبناء سوريا لخدمة الوطن، خدمة حقيقية للدفاع عن الوطن السوري وليس للدفاع عن نظام حكم أو عن سلطة. نعم، إذن دكتور فايز، يعني ممكن بعد رفض هذا العرض ما هي توقعاتك؟ والله الأجواء الآن مشحونة بالتوتر، ولكن أعتقد بأنه الجميع ليس له مصلحة في المواجهة. يعني النظام لن يكون على درجة من الحماقة ليفتح جبهة مع السويداء، وهو يعرف أن السويداء ليست لقمة سائغة. يعني السويداء في تاريخها واجهت إمبراطوريات كبرى بالرغم من اختلال ميزان القوى وانتصرت، والآن لن تستسلم ولن ترفع الرايات البيضاء. فنحن على طريق الوطنية السورية، ذهاب شبابنا إلى الخدمة العسكرية يرتبط بحل سياسي يضع سوريا على طريق السلام وعلى طريق التحول الديمقراطي الحقيقي. نعم، إذن شكرا لك على تلك المعلومات وهذه الإيضاحات دكتور فايز قنطار، كنت معنا عبر سكايب من باريس.